وعود إلى المحلل السياسي السعودي من الرياض مبارك آل عاتي. أستاذ مبارك، السلام عليكم. أهلا وسهلا بك أستاذ أهلا محمد، بك. أتمنى رفع الصوت. أستاذ مبارك، يعني كما استمعنا من نشرات الأخبار سقوط شظايا في محيط مطار أبها الدولي إثر اعتراض طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها الميليشيات الحوثية، ولكن السؤال المطروح هنا أستاذ مبارك، كيف يمكن قراءة هذا التوقيت وهذا الهجوم في الوقت ذاته؟ يعني بالفعل كما صدر من التحالف العربي البيان حول وجود اعتداء بطائرة مفخخة على مطار أبها، وتم التصدي لهذا التداول، اسقاط هذه الطائرة. سقطت شظايا ادت الى اصابات في صفوف المدنيين، 12 اصابة. توقيت هذا الاعتداء يثبت ان الحوثي بالفعل خسر كثيرا في الحرب الدائرة في كثير من الجبهات بالداخل اليمني، وهو يطلق ما بين الفينة والأخرى مثل هذه المسيرات العمياء والصواريخ البالستية على الأعيان المدنية في المملكة واستهداف المطارات والمؤسسات الأمنية في المملكة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، اللي يقول أنني لا زلت موجود رغم أنه خسر كثيرا في ساحات المعارك. وتم قصف ظهر في كثير من الميادين في مأرب وفي حجة وفي حرض وفي الحدي وفي كثير من المواقع الإخبارية، لكن في من المواقع الميدانية، لكنه يريد أن يقول أنني لا أزال موجود، وهو يريد أن ينتشل الحالة المعنوية لأتباعه المنهارة جراء الخسائر التي تسجل في صفوفه بعد الضربات الموجهة والناجحة التي نفذها التحالف العربي على صفوف التمرد الحوثي في جبهة مأرب تحديدا، وتحرير شبوة وتحرير بقية المحافظات الجنوبية. واضح أن التمرد الحوثي يطلق هذه المسيرات بين الفينة والأخرى غير عابئ إلى أين ستتجه وأين ستسقط، لكن الأهم أن المضادات الجوية السعودية تمكنت من إسقاطها كما حصل في باقي الاعتداءات السابقة. أستاذ مبارك، يعني لماذا يستهدف مطار أبها تحديدا؟ وأيضا السؤال في الشق الثاني، هل أثر الهجوم على تشغيل المطار؟ يعني أبدأ من إجابة سؤال ثاني، ولا الحمد لله الحالة حركة المطار كما هي لم تتوقف، لتو كنا نتابع على الهواء من هناك حركة الطيارة العادية جدا، لم تتأثر ولم يتم صرف أي طائرات إلى مطارات أخرى، بل على العكس عادت الحركة اعتيادية جدا، والمطار مطار دولي يلقى عشرات الرحلات اليومية. سؤالك حول لماذا اعتداء على مطار أبها، مطار أبها طبعا من المطارات الدولية الكبيرة التي تشهد حركات، فالتمرد الحوثي لا يعني وجود أعيان مدنية أو مؤسسات مدنية أو أرواح، هو غير عابئ بالقانون الدولي، ولا يعني سقوط مدنيين، هو يتقصد سقوط المدنيين ويتقصد قصف المناطق المدنية، وخصوصا أن مطار أبها جغرافيا يعتبر قريب من الحدود اليمنية لا تتجاوز 250 كيلومتر تقريبا، فهذه نقطة من نقاط استهداف التمرد الحوثي الذي جرى في عشرات الاعتداءات السابقة. أستاذ مبارك، لابد من الوقوف عند نقطة أثرتموها جنابكم الكريم قبل قليل، إلى أي مدى ترى أن سيطرة الجيش اليمني على سلاسل الجبال الاستراتيجية في مدينة حرض، يعني هل لها دور في هجوم ميليشيا الحوثي على أبها على سبيل المثال؟ غالبا المسيرات التي تصل الى المملكة تنطلق من صعدة بحكم القرب الجغرافي. صعدة لا تزال، يعني لا يزال التحالف العربي لم يستهدفها نظرا لان خزان بشري مدني هائل، والتحالف لديه ما لا يقل عن 75 الف نقطة مدنية عدم اعتداء من بينها في صعدة، ولذلك راينا ان التمرد الحوثي يستغل هذه النواحي، مع ان التحالف اعلن قبل قليل انه سيتم التصدي بشكل سريع لمصادر التهديد اينما وجدت هذه المصادر. التمرد الحوثي يتمترس في المواقع المدنيه، في الاعيان المدنيه، في المؤسسات المدنيه، حتى يوقع التحالف في حرج، لكن واضح ان التحالف وهو يعمل وفق القانون الدولي يحاول ان يحدد اهدافه بشكل مركز، وراينا الضربات القاصمه التي وجهها للدائره الضيقه للقيادات الحوثيه، وما يعني اليوم ان التمرد الحوثي في حالة ارتباك كبيرة، وهذه الاعتداءات التي تحدث ما هي إلا رفسة الثور قبل الوفاة. أستاذ مبارك، بالأمس أجرى الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا بجو بايدن، و
ولكن تعتقد أن واشنطن تقوم بما يلزم من التزاماتها الأمنية وفق الاتفاقات؟ تعتقد ذلك أستاذ مبارك؟ باعتقادي وهو الأهم أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تقوم بما يلزم لتحييد خطر الحوثي. اليوم الزخم العسكري للتحالف العربي عاد وبقوة وبشكل واضح جدا لتحييد خطر وتهديد الحوثي تجاه العيال المدني، ورأينا حالة تحرير مناطق واسعة في الجنوب اليمني وفي الشمال اليمني، آخرها كان تحرير حرض وهي منطقة قريبة من الحدود السعودية ومنطقة استراتيجية، تحرير حجة، تحرير ميدي وهي مناطق مهمة جدا قريبة من الحدود السعودية. هذا الأهم. مسألة الاتصال الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين المكسر بن عبد العزيز حفظ الله من الرئيس الأمريكي أكد على عمق العلاقات الاستراتيجية ما بين بلدين الصديقين وبحث الملفات الدولية. المملكة لم ترتهن حقيقة للوعود الأمريكية تجاه الملف اليمني ولم ترتهن للمبعوث الأمريكي، لكنها تعمل جنبا إلى جنب لتحقيق السلام الاستراتيجي بالتعاون مع المبعوث الأمريكي وبالتعاون أيضا مع المبعوث الأممي وبالتعاون مع كل القوى الدولية. في سؤال استراتيجي أستاذ مبارك، في ظل هذه الانتهاكات وزعزعة الأمن في المنطقة، يعني برأيكم لماذا تأخرت واشنطن في وضع ميليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب رغم إعلانها منذ أسبوع ذلك؟ ما الذي يعيق الولايات المتحدة؟ يعني كلنا نتذكر أستاذ محمد على أن الإدارة الأمريكية الجديدة هرعت لرفع الحوثي عن قوائم الإرهاب منذ اليوم 100 يوم الأولى للرئيس بايدن في مسعى لإفشال خطط الرئيس السابق. يعني وقع الملف اليمني ضحية لحرب بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، هذه نقطة. النقطة الأخرى، اليوم المجتمع الدولي والكونغرس الأمريكي كله اقتنع اليوم بأن تمرد الحوثي بالفعل تنظيم إرهابي وأنه يجب أن يضم إلى قوائم الإرهاب، خصوصا أنه اعتدى على السفارة الأمريكية وسيطر على مبنى السفارة الأمريكية واحتجز رهائن أمريكيين يعملون في السفارة الأمريكية، وما أوقع إدارة الرئيس بايدن في حرج. وهي تقول أننا ندرس، وهذه خطوة متأخرة جدا، وأعتقد حتى لو اتخذ قرار ضم الحوثي لقوائم الإرهاب أعتقد أنه قرار متأخر جدا. ولذلك رأينا أن التحالف العربي لم يتوقف كثيرا عند هذه النقطة، نظرا لأن المعالجة العسكرية بالتزامن مع المعالجة السياسية هي الكفيلة بتسريع حل الملف اليمني. من الرياض المحلل السياسي السعودي مبارك آل عاتي، شكرا جزيلا لكم.